صباح الخير، صباح النور، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. واليوم فيديو جديد، عواش لكم مبروكه، الله يدخل علينا رمضان ان شاء الله بالصحيحه والسلامه، وباش ما تمنيتو يا ربي، والله يحفظ لكم وليداتكم ووالديكم واللي ماتوا الله يرحمهم في هاد العواشر. فيديو جديد البنات. اول حاجه بغيت نبدا بها بعدا هو واحد كلمه شكر كبيره لكم كاملين البنات اللي سولوا فيا، شكرا لكم والله العظيم. الا عرفت راسي شحال غاليه عليكم، للبنات اللي صيفطوا لي في انستغرام، للبنات اللي صيفطوا لي اللي عندهم نمرتي وكيعيطوا لي في واتساب، شكرا لكم بزاف. وحتى البنات اللي خلاو لي لي كومونتير في اخر فيديو، واخا ما قدرتش نجاوب كل شيء والله العظيم البنات عذروني، وشكرا شكرا لكم بزاف بزاف، حيت كتسولوا فيا وحيت عارفه راسي شحال عزيزه عليكم كما نتوما عزاز عليا، وكندير كل ما في جهدي باش دائما نحط لكم الجديد ونصور معاكم الفيديوهات. الحمد لله البنات انا وليت الحمد لله بخير، دزني الحال شويه الحمد لله، ماشي بحال الاول. البنات كانوا سولوا فيا على قبل العمليه اللي درت على قبل الطرسه، ولكن الحمد لله نقزناها كما كنقولوا. صافي، المهم هذا النهار حسيت براسي الحمد لله بخير، قادره نوض، قادره ندير بزاف ديال الحوايج. فاول حاجه بديت بها هو التخمال، وانا اكيد انه جميع الديور المغربيه ولا المراه المغربيه حنا عندنا العواشر ولا العيد ولا شي حاجه كنقولوا التخمال. حنا سبحان الله العظيم المراه المغربيه هكا دايره دائما، عزيز علينا النقاء، عزيز علينا الشقاء، عزيز علينا نكون متولين حالتنا منقيه. فهاد الايام كما قلت لكم البنات والله الا غير مع الروينه ومع الشقا ومع التخمال، وانا متاكده انه حتى نتوما بديتوا في هاد الشيء، واللي مازال ما بدات غتفرج في هاد الفيديو غتحمس وغادي تنوض حتى هي باش هكذا تبدل شويه من النفسيه ديالها وتبدل من دارها وتغير بعض الديكورات. هاد الشيء البنات والله الا كيعطينا واحد الطاقه ايجابيه، وتيخليك حتى انت تكوني كتحسي براسك جددتي شي حاجه في الحياه ديالك. المهم حبيباتي خليكم معايا حتى لاخر الفيديو. عاد زاليت بغيت نوريكم واحد لاستيس قلتوها ليا بزاف لي كومونتير، قلتو ليا ديري هكا دوك البوشيطات اللي كنتقداو بهم، عرفتوهم هادو؟ قلتو ليا ديروهم في الشرجم، وراه فاش كيبقي يحركهم البرد الفريخات ما بقاوش غادي يجيو لك هنايا في الشرجم. المهم البنات انا راه دارتهم، ولكن ما نكذبش عليكم مره مره كنلقاهم زعما كنلقاهم واقفين هنا واخا كيتحركوا هادو والو ما نفاش معاهم. المهم انا غادي نخليهم دابا مؤقتا حتى نشوف واش زعما غادي يبقاو يجيو ولا لا. انا درت غير جوجات هنايا علقتهم في الشرجم باش هكا كيحركهم الريح وكيحسوا بحال الا زعما شي حاجه كاينه تما وما كيبقاوش يجيو. المهم غنوريكم بالنسبه للتغيير اللي درت في بيت النعاس. المهم درت هكا شي حويجات بساط، درت الحوايج اللي كاينين عندي في الدار. المهم هنايا لصقت هاد الطابلوات فوق من لا طيت دو لي، شتو كيفاش جاو؟ جات حاولت على قدر المستطاع باش نقادهم يجيو متساويين، والحمد لله. المهم جاو قياس واحد وجاو مقادين. وحتى بالنسبه للتفريشه راني بدلتها، ها نتوما نبعد لكم شويه باش يبان لكم اكثر، شتوها كيفاش جات. درت التفريشه هكا في الكحل باش تجيني مواتيه مع الديكور اللي درت. هادو بالنسبه لهادو البنات اللي غتسولوني عليهم، هادو خديتهم من عند واحد لاباج انستغرام سميتها ديسيني دي، غنخليها لكم هنايا ولا في صندوق الوصف. تيبيعوا هكا ديكورات، تيبيعوا لوحات، تصاور، يعني اي حاجه بغيتوها كاين عندهم، كيديروا حتى هادوك الديكورات ديال رمضان وهذا. المهم صافي مسحت الغبره، بدلت عليا كما قلت لكم الفراش، درت هاد الفراش شحال هذا ما فرشتوش، جاني زعما زوينه هكا الكحل والابيض مع هاد التصويرات. بالنسبه للبنات لهاد لافاس، المهم نوريكم شنو درت فيها. هنايا صراحه حاولت نغير شي شويه من الديكور، عرفتوا فاش كيطلع لكم البيت في راسكم بحال هكا وقع ليا اليوم. انا دائما فاش كنبغي هكا نبدل شويه من الديكور وهذا، كان زعما كنحاول نغير غير بعض البلايص اللي هم من بلاصتهم، وهكذا كنحاول نبدل النفسيه ديالي. المهم بالنسبه لهاد الكوان هذا درت فيه بحال هاد التويشيات هادو، المهم هادشي كان ديجا عندي في الدار كنت هكذا حاطاه واستغليتو في هاد البلاصه. المهم لصقت هنايا هاد الفراشات، حطيت الطبيله، حطيت بعض الديكورات، وهنايا كانت عندي ديجا هاد المرايه غنوريها لكم. كنت باغا نصايب ليها صراحه واحد الكادر، المهم كوكو كنت باغا نصايب ليها كادر، ولكن مازال ما ديتهاش للنشار، باغا نصايب ليها الكادر وندير ليها دوك البيضات اللي تيكونوا في الجنب، لانها ديجا كان عندي فيها الكادر وتهرس. ودابا حطيتها هكا غير سامبل، ودرت قدامها هكذا واحد الزريبيه، وهاد هاد البيضات هادو راه كيشعل فيهم الضو، راه غير دابا حيت بالنهار ما بايناش، ولكن في الليل كيعطي واحد الاضاءه زوينه. وحطيت هنايا هاد الديكورات وهاديك الطبيله حتى هي كانت عندي. المهم صايبت هكذا واحد الكوان شويه نبدل من
جيت نعس كما قلت لكم، ان شاء الله من بعد راه هادشي غادي تحيد وغندير هنايا ان شاء الله بلاكارات وداكشي، ولكن حاليا قلت نبدل شي شويه. تتقول لي انتما كيفاش جا، تتعطوني زعما الراي ديالكم، تقول لي كيفاش جاكم هاد التغيير اللي درت هكا البسيط وصافي. المهم اصلا كنت محتاجه مرايه هكذا طويله على قبل بيتنعس، ضروري كنحتاج فيها هكا شي مرايه، ولا دابا نبقى نصور لكم دائما هنايا ندير لكم ستوريات وهذا. المهم تتقول لي انتما كيفاش جاكم. دابا غادي ندوز باش نرتاح لانه وعيت، غندوز لتحت هو نشوف شنو خاصني فيه. المهم خليكم معايا. هنا البنات جيت نصيب اول حاجه هاد الماء اللي كنستعمل هاد الايام لفمي من بعد ما حيت الضرسه كما عرفتوا. هنايا كانت هاد الماء كانت نصحتني به الطبيبه، قالت لي من ورا يومين من بعد العمليه بقيت استعمليه. كناخذ الماء وكنديرو في شي كاسرونه هكا، صراحه هاد الكاسرونه خليتها غير لهاد الغرض، ولات زعما صفرة بهداك كندير فيها الشيح وتنخليه الماء حتى كيغلى مزيان وكيطلق هذاك الشيح، كيطلق هذاك الماده اللي فيه. هو راه اصلا راه اونتيبيوتيك طبيعي. قالت لي بقيت شلي لي به فمك بحال جوج المرات حتى ثلاث المرات في النهار، فكنديرو مع الصباح وكنخليه حتى كيدفى يعني كيبرد شي شويه، عاد كنبدا نشلل به فمي هكا فوق ما بغيت. مثلا نغسل سناني كنشلل به فمي هو الاول، عاد كنغسل من بعد فمي باش هكا كيتجمع اللحم. كما عرفتوا اللحم ديال سناني يعني راه ما كيتخيطش كيدارش الغرازي وداكشي، فكيبقى اللحم كيتجمع بوحديته بهذا المحلول هذا اللي كنصايب دائما. جربوها البنات، بالنسبه للناس اللي تا هما بحالي داروا عمليه على سنان جربوا هذه الطريقه. هنا كما قلت لكم قالتها لي الطبيبه وفعلا نفعتني، والحمد لله اللحم ديال سناني بدا كيبرى وبدا كيتجمع. المهم هنايا جيتي اختي لهاد المجوره ديال التقضيه، هادو اللي كل نهار كنقول اليوم غدا غادي نجمعهم، وراكم عارفين دابا مقبلين على رمضان. المهم انا مازال البنات ما خديتش صراحه التقضيه ديال رمضان، خليتها اخر حاجه، غنخليها تيبقى تقريبا يومين عاد نجيب داكشي كامل اللي خاصني، لانه زعما ما عنديش الوقت هاد الايام، وراكم عارفين دوزتها مرضى. هذاك الشيء علاش قلت وحده عليا ما نفرسيش على راسي. والمهم اول حاجه بديت بها هو انني ننظم ولا ننظف البلاصه اللي غادي نستف فيها التقديه منين نجيبها ان شاء الله. حيدت هذوك القريعات كاملين وحاولت نمسحهم مزيان، نمسح بلاصتهم مزيان ونمسحهم حتى هما. الحاجه اللي صافي فسدات ما بقاتش مزيانه راني خويتها ولحتها، والحاجه اللي مازال نقيه راني رجعتها لبلاصتها ومسحت مزيان. بالنسبه لهاد المجوره درت لهم في الاول اسبيراتور، عاد من بعد مسحت بهذاك البرودوي ديال مسحت البنات اليوم غير بالبرودوي ديال الفرن. هذاك صراحه هو اللي استعملت كل مره. وشنو كنستعمل بعد المرات؟ كنستعمل غير الماء والخل وكنمسح بهم، كيتمسحوا مزيان، واصلا ما كانش فيهم يعني بزاف ديال الوسخ، غير داكشي اللي كيتلاح مني كنبغي نهز شي حاجه من شي قريعه وصافي. وريتكم البنات في اول فيديو فاش يلا حليت هذه المجوره، وريتكم واحد البواطه فيها واحد الخليط ديال التمر واللوز والشريحه والقرقع. هذاك البنات تناخذو عند ما عقلتش صراحه يعني من كنت خديته، واقيلا واحد السيد كيبيع داكشي ديال المواد ديال الحلويات، كنت لقيته عنده وخديته. كندير مثلا فوق ما كنت باغا ندير شي عصير ديال شي فاكهه، ولا بدل ما ندير السكر كندير معلقه ولا جوج من هذاك الخليط اللي تيكون بحال تيجي بحال سليلو، هو هذا القوام ديالو دير بحال سليلو يعني هكا معلك، تديري معلقه ولا جوج في العصير ديالك، منها تيعطيك الحلاوه ومنها تيعطيك ديك الخطوريه اللي كتكون في بحال اللي درتي لي في خويسيك. اصلا هو راه مزيج ديال لي في خويسيك هكا مخلطين ومطحونين وكيتباعوا في هذوك البواطات. ما عقلتش واش خديتها بشي 25 درهم البواطه ولا والله ما عقلت بالضبط. المهم الا لقيتو هذاك غير خذوها البنات، والله الا كيجي بنين في العصير. بعد المرات انا راه ما كندير حتى شي فاكهه، كندير غير الحليب وكندير معاه جوج معلقات ولا ثلاثه من هذاك الخليط ديالي في خويسك، عرفتو راه تيجي زوين ومنعش هكا مع الصباح. مثلا الا ما كانوش كيبغيو يفطروا لكم الدراري الصغار، راكم عارفين هما مرمرم ما كيبغيوش ياكلوا لينا شي حاجه هكا على الصباح، كنديروا الادم كيشربوا وتيعجبوا بزاف، وكنعرف انه كلا شي حاجه اللي صحيه وزوينه. المهم هنايا كما شفتوا معايا مسحت هذوك القريعات وحاولت نردهم، شي حاجات كانوا مازالين عندي، شي حاجات لقيتهم صافي يعني خسروا ما بقاوش للاستعمال، خويتهم ولحتهم. المهم حاولت ننظم هكا شي شويه ونمسح المجوره الاخرين كاملين. الكوزينه ديجا كانت مخمله عندي يعني ما كاينلاش نجبد عاوتاني نعاود نجبد داكشي، فحاولت نطرف هكا غير شي شويه نحيد الغبره، نمسح داكشي غير من الفوق باش ان شاء الله ملي نجيب التقديه ديال رمضان تكون هكا عندي زعما كلشي نقي، غير نجي ونستف داكشي.
قولوا لي تانتوما واش كديروا هاد القضيه ولا لا، وقولوا لي شكون اللي صايبه الشباكيه وشكون اللي صايبه شي سليل وشكون اللي مازال. المهم انا هاد العام البنات راه ما صايبت لا شباكيه لا سليل الصراحه. سلو صراحة دوقتني منو غير صاحبتي، والشباكيه كومونديتها عند واحد السيده. صافي، وحتى بالنسبه لداكشي ديال المملحات ما عرفتش واش مازال المهم الا صايبت شي حاجه راه مازال غنشاركها معكم. صايبت غير دوك البسيطله تاع داك النهار اللي شاركت معكم فقط. ان شاء الله الا بقات لي الوقت وكان عندي الوقت هكا قبل رمضان راه نقدر نعاود نصايب شي حاجه اخرى. هنايا كنت كنشارك معكم البنات هاد البواطات، كنت خديتهم عند مول 5 دراهم. كنت مشيت عند واحد النهار ولقيتو جايب هاد البواطات، عجبوني الصراحه، عمليين، هما ديال البلاستيك، وباش عجبني انه الغلاقه ديالهم كتسد مزيان، يعني ماشي كتحطي فيها الحاجه كتفيكسا. كنت واخده وحدين كيبقيت تحل ليهم هذوك الغلاقه. هادو علاش استعملتهم انايا؟ استعملتهم غنديرهم في مجر اخر، حطيت فيهم داكشي اللي مثلا خاص بالحلويات بحال الخميره ديال الحلوى، بحال هكا دوك الكويغطات اللي كنديروا فيهم لي مادلين. المهم كاع داكشي اللي عندي هكا مسدود، يعني ما غير مليوح تما في داك المجوره، استعملتهم هنايا، درت فيهم المهم هاد لي سيركل اللي كنخدم بهم، وهذه لي شاطلي درت فيها هكذا هاد السكر حيت غيبقى غير يتفرتت ليا في داك المجوره، والصراحه هزاتو ليا وجاوني عمليين وزوينين، وهكا اللون ديالهم حتى هو عجبني. ان شاء الله قلت انا خديت غير 4 باش نعبر بهم المجوره شحال غيقدوني. قلت من بعد ان شاء الله منين نعاود نرجع عنده غنعاود ناخذ منهم باش نقاد بهم هكا تستيفا، يعني في واحد المجر كامل ننظمو ونقادو كلشي. المهم البنات هنا راه كانت العشيه تقريبا. هنايا شاركت معكم القرص اللي ما شاركتش معكم في الفيديو اللي فات، كما قلت لكم صايبت واحد الكونتيتي هكا كثيره وخليتها في الفريغو، فوق ما بغيتها كنجبدو وكنسخنو. عرفتوا راه كيجي مقطن، وبزاف منكم اللي قلتوا لي صوري لينا القرص نشوفوه كيفاش جا. ها هو البنات صورته لكم، عرفتوا والله الا جا زوين. هنا حطيت معاه شويه ديال املو وصايبت هكذا مسمنات نديرو بهم الكوتي. المهم هاد النهار ما درتش ليهم الغدا نهائيا، بقيت ملهيه صراحه في الروينه وهذا. صافي اصلا ما فطرناش بكري، يعني من الفطور حتى الكوتي. صافي حطيت لهم صايبت لهم سيمنات وعمرنا هكا كويس ديال القهوه. عاد كنجمع الصاك ديالي باغا نمشي نضربها بواحد التحميمه فعلت هكا، وبغيت نشارك معكم بالنسبه لي برودوي اللي غادي ندي معايا اليوم بالنسبه للحمام. مني كنقولوا الحمام اكيد كنقولوا التبريمه ديال الجسم ديال لا مارك كوشينا كوسميتيك. بالنسبه لهاد التبريمه البنات خطيره جدا، الناس اللي عندهم هكا داك الجلد الميت راكم عارفين حنا المغاربه ضروري من الكيس الصاب البلدي في الحمام. هذه البنات دابا تقريبا هاد المره ثالث استعمال غادي نديرها، وفعلا لقيت عليها واحد النتيجه اللي رائعه جدا. بالنسبه لهاد لا مارك هذه غتلقاوها البنات في البارات ديال فيرست كير اللي كاينه في سيدي بيبي، هما اللي تيبيعوا هاد المنتجات هادو. هاد بالنسبه لهاد لا غام راه ديال السيده مولات البارا. المهم غنخلي لكم النمره ديالها هنايا الا كنتو باغيين تاخذوا عندها هاد لي برودوي هادو. الصراحه عندها برودويات زوينين طبيعيين وتيعطيو نتيجه زوينه بزاف. المهم هادي ما بقاتش انا كتخطري فوق ما غادي ندوش، زعما فوق ما غندير هكا حمام مغربي بالكيس والصابون البلدي ضروري كندير هادي، يا اما تتخلطوها مع الصابون البلدي ولا ديروها شويه مع الحنه بالنسبه للناس اللي كتعجبهم يديروا الحنه في الجسم ديالهم. المهم انا كنديرها مع الصابون البلدي الصراحه زوينه بزاف. اول حاجه بعدا راني شققت شعري مزيان بهاد الزيت ديال تساقط الشعر، هذا درته مع الصباح فاش يلاه فقت باش هكا كيبقى واحد المده في الشعر ديالي. بالنسبه لهاد الزيت البنات ان شاء الله ملي نشوف عليه النتيجه اكيد غادي نقولها لكم. دابا تقريبا مازال ما كامله شهر وانا كنستعمله، ولكن الحمد لله المهم بدا كيبان شويه بشويه. ان شاء الله ملي غتنوض الخلفه اكثر غادي نوريها لكم. حتى هو ديال نفس لا مارك كما قلت لكم، وخديت عندهم حتى هاد الكوماج هذا الخطير او السكراب، واعر 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 البنات. عرفتوا راه كديروا غير شويه، انا القرعه مازال عامره عندي، درت منها تقريبا كما قلت لكم 2 مرات
كديروا شويه وتيرجع لكم اللحم ديالكم رطيب وناعم بحال ديال الدراري الصغار، وفيه واحد الريحه اللي زوينه وتيخلي لكم واحد اللون هكا غوز في اللحم ديالكم. هاد لاكام البنات ضروري خصكم تجربوها، بالنسبه للناس هكا اللي كيبغيو يتهلاو في راسهم مره مره هكا حم مغربي. عمل هاد الشامبون هذا اللي كنت شاركت معاكم فاش كنت خديته ديال الكيراتين، بالنسبه لهذا بالنسبه للناس اللي دايرين شي سوان هكا للشعر ديالهم ضروري كتاخذوا شي شامبوان سميتو ديال سون سولفات. فانا تناخذ هذا وصراحه جربته وعجبني بزاف. كنت كنستعمل في الاول هذاك وان كير، ولكن قلت نبدل شي شويه، راكم عارفين فاش كطولوا في الحاجه راه ما كتبقاش تعطي المفعول. ففاش خديت هذا صراحه زوين بزاف، والقرعه ديالو كبيره خديته هو، والماسك ديالو كديرو هكا من وراه. عرفتوا هاد الكوبل البنات رائعين للشعر، انا كنصح بهم حتى الناس اللي ما دايرين حتى شي سوان وبغاو شعرهم هكا يرطاب وتولي الزغبه طايحه، جربوا هاد الشامبوان ديال الكيراتين ديال ارغان، هذا خطير جدا. بالنسبه للناس اللي غيسولوني على الثمن، كنت خديته ب 70 درهم الواحد، يعني هذا 70 وهذا 70. صافي، واخر حاجه ديت معايا لا كريم ايدغاتونت ديال الوجه ديالي، كريم دو جوغ كندير هاد الايام البنات هاد لاكام ديال لوريال، صراحه لقيت عليها نتيجه زوينه، كتايدغاتي مزيان وفيها واحد النسبه ديال الاس بي اف. انا خديت اليوم غير هذا كريم دو جوغ هو اللي ديت معايا، وديت معايا الحليب ديال ايفيدونس، هذا كنديروا اللحم ديالي عرفتو تيخلي واحد الريحه كتحمق، الريحه ديالو اصلا بحال الريحه ديال البارفان ديال ايفيدونس، هذا خطير جدا. واكيد ما نساوش مسك الطهاره، هذا ضروري خصو يكون عند اي وحده، خاص يكون عندها مسك الطهاره ديالها، هذا حتى هو ضروري من ورا الحمام. والبارفان ديالي اللي ولات معتاده عندي هاد الايام هذه، لان ريحتها حلوه وخفيفه هكا وكتحسكم ان زعما الانتعاشه. صافي، المهم غنجمع هاد لي برودوي نديرهم في الصاك ديالي وغادي نمشي للحمام ان شاء الله حتى نرجع ونكمل معكم الفيديو ديالنا. وي البنات، المهم عاد يلا جيت من الحمام، عرفتوا واحد التحميمه ما نقولش لكم. يا سلام، حيدت فيها داك العيا ديال النهار كامل ديال هاد الايام، راكم عارفين مع الروينه ومع الشقا والتخمال وهذا وهذا، حيدت الروينه كامله في هاد النهار. اسمح لي بعدا عرفتوا كنهضر معاكم ضرتني يدي وانا هزت التليفون. المهم بغيت نقول لكم البنات واحد الحاجه على قبل دوك الحبوب، الا كنتو كتعقلوا لي كانوا ليا فوجي شي ايام، راه ما نقولش لكم هجم لي عليا الحبوب لواحد الدرجه بحال الا تقولوا كان عندي شي مشكل. المهم انا كان عندي مشكل ديال الهرمونات صراحه هو اللي كان عندي، وتخربقوا ليا وهذا، ولا جاني الحبوب بزاف وجهي، غتشوفوا هنايا باقيين شي بعض لي طاش خفافين، ولكن هادو راه كيحيدوا لانه في الاول كانوا عندي داك الحبوب هكا كبير، وما نكذبش عليكم عقدني في وجهي، كتعقلوا هنايا وهنايا راه كان عامر وجهي هنا وجهي هنا. ولكن الحل الصراحه هو هاد لا كريم هادي، ولا هاد البوماده هادي ديال لا روش بوزاي، هادي ديال ايفاكلار ديو بلس، هادي البنات والله العظيم الى على ضمانتي اي وحده عندها الحبوب في وجهها، سواء الحبوب الرقيق سواء داك الحبوب الغليظ، انا راه كان فيا داك الحبوب الغليظ، وكما قلت لكم مشكل ديال الهرمونات، وهذه هي الاخرى ليا ليه، خديت هذه وخديت لي جير نيتوايون ديال لا روش بوزاي، حتى هو تنغسل به في الصباح وفي الليل. في الليل تندير هذه، وفي الصباح تنغسل وجهي بهذاك لو جيل، وتنيدغاتي وجهي بشي كريم ايدغاتونت. هنايا راه غيبان لكم كلشي دوك الحبوب طفا وما بقاوش نهائيا، بقاو غير هاد لي طاش، راني مازال متبعه هاد البوماده، هي كتحيد الحبوب وكتحيد لكم لي طاش في نفس الوقت، يعني سيكاتريس ديالهم، داكشي علاش مازال متبعاها. ان شاء الله راه بدات كتبان النتيجه، راه ما كاملاش دابا شهر باش كنديرها، وراه الحبوب ما بقاش نهائيا، بقاو غير لاطراس ديالو وبداو تيحيدوا. ان شاء الله فاش غيتصفى وجهي تماما غادي نوريكم حتى هو النتيجه ديالو. وبالنسبه للبنات اللي غيسولوني على هذه، راه كتباه في اي بارا فارماسي ولا في الفارماسيان، كنت خديتها بثمن ديال واش 160 درهم ولا 170، والله ما عقلت. المهم هذا هو الثمن ديالها، واخا هي غاليه شي شويه، ولكن المهم شي حاجه اللي كتعالج لينا وجهنا راه ضروري كتصبري فيها وكتاخديها. ولكن مقارنه بداكشي اللي كدير هاد البوماده، والله العظيم الا انا بعدا بالنسبه ليا فلوسها حلال فيها ورخيصه بهذاك الثمن، لانها فعلا فعلا نقداتني. كما قلت لكم الناس اللي عندهم مشكل الهرمونات راه غيعرفوني علاش كنهضر، راه زعما اخيب حاجه انا بالنسبه ليا بعدا الحاجه اللي كتعقدني، واخيب حاجه
هو وجهي يكون فيه الحبوب، فانا ما تنحمش وجهي نوضو فيه الحبوب، ولكن مع الستريس ومع الاعصاب ومع الوقت وهذا راه كيتبدل زعما شحال من حاجه على البشره ديالنا، ومعرضه اكثر بالنسبه للناس اللي بشرتهم بحالي بشره دهنيه وحساسه، معرضين حنا بزاف للحبوب، معرضين بزاف للليطاش. داكشي علاش ضروري من العنايه من البشره ديالنا. انا كما قلت لكم هذه اللي كنستعمل في الليل، والحمد لله لقيت عليها واحد النتيجه اللي زوينه بزاف، ومازال متبعاها زعما كنديرها غير من الليل ما كديروهاش بالنهار. كاينه صراحه وحده اللي فيها واحد النسبه ديال الاس بي اف كديروها في النهار، ولكن انا خديت هذه ديال الليل باش هكا كنحافظ حتى على البشره ديالي، وبالنهار اكيد كندير لي كرون الا كنت خارجه للشمس. المهم هادشي اللي كاين البنات، غنرتاح دابا غنجلس نتكونسونطرا مع راسي، لانه عييت عرفتوا الحمام راه كيسخسخ، ولكن الحمد لله عرفتوا جيت مرتاحه. داك العيا ديال النهار كامل والجرا والشقا والروينه وداكشي حيتو عليا بهاد التحميمه، جلست في هاد الكرسي لانه هادي هي البلاصه اللي كنرتاح فيها. غادي نحاول ندير لكم مونتاج لهاد الفيديو ان شاء الله، ونحط لكم اليوم مازال في الليل باش هكا حتى نتوما تفرجوا فيه. ونقول لكم ما تنساونيش من لي لايك ديالكم، خليوا لي بزاف ديال لي لايك في هاد الفيديو وبزاف ديال التعاليق، وكتبوا لي شكون اللي صايبات سليلو، شكون اللي مازال، شكون اللي صايبات الشباكيه. نهضروا شويه مع بعضياتنا في لي كومونتير. المهم مرحبا بكم كاملين البنات، ونقول لكم خليت لكم راحه البال حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم.